السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو في قناة فيصل المدن. هذا الميساج لخوتي وخواتاتي المهاجرين الجالية المقيمة بالخارج. خبر صار حقيقة، ولكن فيه واحد الفخ ربما ما ديتو ما جبتو، وغادي نتبعلو فيه مزيان ونعطيو فيه بعض التوضيحات باش أنكم تقتنعوا وتحضيو راسكم وتيقول لك حضي راسك يا فلان لا يفوزوا بك القومان. من بعد ما سمعنا الخبر ديال اللجنه العلميه الهركاويه او لا وزاره الصحه العلميه الهركاويه بنهايه موجه اوميكرون بالمغرب وبالرجوع الى الحياه او شبه الحياه العاديه الطبيعيه، والناس يدخلوا التيرانات وكل شيء يولي بخير وعلى خير، وكنجيو حتى للجاليه وكنزيروا القيود. ولكن فكروا لينا بعد ما داز ساعتين على الخبر السار اللي تقاسموا بعض الاخوان والاخوات في اليوتيوب والعديد من القنوات، خلونا واحد الخبر ما بين قوسين. قال لك هنا مكتب المطارات يعلن عن قرار جديد يهم المسافرين القادمين للمغرب. شكون هما الجاليه والمهاجرين المقيمه بالخارج؟ كاين واحد الخبر، واحد الشر صغير اللي هو صار بالنسبه لكم، بالنسبه لكم صار، ولكن أيت القلب أتكون عنده متابعة على هادشي. والفخ فين كاين؟ كاين داك بي سي ار، يعني الاختبار. شنو قالت هنا باش نعطيو عليه تعقيب وتوضيح؟ نقرا لكم شنو قالوا. أعلن المكتب الوطني للمطارات مساء يوم الثلاثاء عن قرار جديد يهم المسافرين القادمين إلى المملكة، مسافرين بصفة عامة، سواء كنتي سياح ولا ولد البلاد ولا كيف ما كنتي، النوعية ديالك ولا الجنس ديالك يمكن لك تدخل البلاد. وأوضح مكتب المطارات في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين عند الوصول إلى مطارات المغرب. أركاز معايا مزيان. وزاد المصدر ذاته أنه يتم إخضاع فقط عدد المسافرين للاختبار الناس اللي مشكوك فيهم. شنو هو الاختبارات اللي قالوا مبقاتش إجبارية؟ راه ماشي بي سي ار ديال 48 ساعة، لا، هذاك لازال حيز التنفيذ، يعني مازال الشروط قائمة كيف ما هي، هي الأولى والثانية والاختبار ديال بي سي ار ديال 48 ساعة ديرو عاد تهبط البلاد، أولا الثالثة. شنو هو اللي كاين ماشي إجباري؟ هي فاش كتوصل نتا للمطار كاين واحد الاختبار سريع كيديروه لك، تيعوما يتقبو فيك، سمحوا لي هذا المصطلح. هذاك الاختبار السريع هو اللي مبقاش إجباري، يعني بما أنك أنت هابط من أي دولة للمغرب، هابط الشروط ضرب الأولى والثانية ولا الثالثة بصحتك وراحتك، وعاد زايدها بالبي سي ار ديال 48 ساعة راه مهبطو في يدك، فاش توصل للمطار ما غاديش يديك ديك الاختبار السريع، هذاك هو ما بقاش إجباري، هذاك هو اللي تحيد، هذاك هو اللي نط عليه ضجة في البلاد، مع أي تقال لاقاش كانوا صفقات وكلشي بيزنس مع شركات على هاد الاختبارات، وقالوا له بما أن المهاجرين هابطين بمهرزات ضربين الاولى والثانيه والثالثه وزايدينها بالبي سي اي راه مهبطينو ديال 48 ساعه، لا داعي انك دير له هذا في نيفون داك الاختبار السريع، هذاك هو اللي تحيد، هذاك هو اللي مابقاش اجباري، وغادي يطبقوا على شي بعض الحالات اللي شكوا فيهم بطبيعه الحال، لحقاش راه دازوا من نهار حلوا الحدود وهما كيديروا الاختبار السريع في المطارات المغربيه، لقاو ثلاثه الحالات ما بين العديد والالاف ديال الناس اللي سافرات وهبطات. هذا هو الخبر الصار، والناس كتهضر راح يدو بي سي ار نهبطوها بالجهه الاولى والثانيه، راح يدو هادي رفعوا. دابا نتوما كتخمموا في راسكم، دابا الناس اللي مدكدكه كتخمم في راسها، ما تخممش الناس اللي مدكدكاش، ما بغيتوش تضامنوا مع الناس اللي مدكدكاش بطبيعه الحال. كاين ناس راه ما دايره لا الاولى ولا ثانيه ولا ثالثه، ما دايرينش هادو، حنا خصنا ندويو يحلوا الحدود بدون شروط، يعني
اللي دار واللي ما دارش يمكن له يغلط. انا ما تسوقش علاش درتي، وبطبيعه الحال ما تنقولوش هذاك علاش ما درتيش. كتبقى حريه ذاتيه شخصيه، وكل واحد عنده القناعه ديالو. حنا ما تنجيبش ناثروا على حتى شي واحد. انا جبت لك الخبر الصار بالنسبه للناس اللي دقدها ملقحه رهيبه الجرعه الاولى والثانيه قبل ما الثانيه قبل ما تدوز عليها 15 يوم، تدوز عليها 15 يوم قبل ما تكمل عليها 4 شهور ولا 5 شهور تهبط البلاد مع راسك. داز على 4 شهور خصك تضرب الثالثه وتهبط. دي خلاصه القول، هذه الشروط الاساسيه، وزيد عليها بي سي ار. ولكن خصنا نديرو يد في يد، ولكن احنا عارفين ما عمرنا نتفقوا، ما عمرنا نتفقوا على هضره واحده. دابا هذاك انا السؤال ديالي، هما دابا رفعوا القيود في البلاد، تيرانات تبارك الله الالاف ديال الجمهور كيدخل بلا جواز بلا كمامه بلا بي سي ار بلا والو، والمهاجر مسكين باش يهبط من البلاد ويدخل زعما تفرض عليه الاولى والثانيه والثالثه. مع العلم واخا تكون داير الاولى والثانيه والثالثه يمكن لك تعادي وتعادى، يمكن لك تقاص، يمكن ما عادي كي داير كي ما دايرش، كلشي في قفه واحده. هادي خلاصة القول، هذا هو المضمون، ولكن قهرتونا. نتمنى يكون الخير، نتمنى. انا كنشوف على انه ربما ما بين قوسين ربما يقولوا لنا صافي تحطوا البلاد بلا شروط، ولكن الخوف ديالي ديك ما بين بعد ربما كاين الخوف، الخوف ديالي ان تدخلوا للبلاد ولا تا يدخلوا الناس للبلاد يقولوا لهم وسد الحدود اغلق تام امطهرون امطهرون بان عاوتاني السدان عاوتاني بغيتي تخرج خاصك دير الاولى والثانيه والثالثه وهادي وهادي. كاين الناس مساكن راه الظروف كاينه ظروف كاينه ظروف اللي خلات الناس على انهم يضربوا باش يخرجوا. هذه خلاصه القول. المهم الاخوان هذا هو الخبر من اجل باب التوضيح. البي سي ار لازال قائمه، يعني قائم ما بين الشروط الاساسيه باش انك تمشي للبلاد. من هنا غدا راكم عارفين شنو غادي يوقع، ديما تتبان قرارات عشوائيه بلاغات عشوائيه ما بين عشيه وضحاها. هذه خلاصه القول. المهم خصو خواتات شكرا جزيلا للمتابعه، احبكم بالله، جزاكم الله خيرا كما جرت على بارطاج ديالك على وسائل التواصل. وكنتمنى هذا ميساج للحكومه المغربيه، حلوا الحدود بدون شروط. راه ما يمكنش انسان ما مرقحش ما عندوش الحق يدخل لبلادو، هذاك هو اللي خصو يدخل لبلادو. الجنسيه مغربيه عنده، عنده والديه، عنده وليداتو، عنده مصالح ديالو، عنده الديور ديالو، عنده المشاريع ديالو، والناس بغيتهم تحرموها لانها تهبط لبلادها. هذا هو الغريب في الامر. جزاكم الله خيرا، احبكم في الله، تبارك الله عليكم، وارتقى لفيديو اخر. الله يدير شي زوين على الخير.